تمام تمام لا ممكن بقى نجري بسرعه لفيديو نقاط الضعف عشان نشوف الحته اللي حضرتك قلت عليها كابتن اسلام في الصوره اللي كان احمد عارضها وهي الفجوه ما بين الظهير والمساك. نشوف الحته دي في دفاع كايزر تشيفز. طيب ده برده من مباراه كايزر تشيفز وسان داونز. ولو ممكن نرجع هنا اهو دي قبل نستوب هنشوف هنا ان الظهير دايما في مساحه ما بينه وبين المساك بعيدا ان الكوره دي اتلعبت كوره عرضيه. هنا الكوره لو اتلعبت بالعرض على طول هنلاقي ان مهاجم سان داونز كان ممكن يلعب الكوره لزميله على الارض ويستغل المساحه او الفجوه اللي ما بين الظهير والمساك. ناخد اللقطه اللي وراها ونشوف الامر بشكل اوضح ويتاكد لنا في هجمه اخطر لسان داونز. كره اتلعبت هجمه منظمه عاديه جدا، دفاع كايزر تشيفز بيحاول ان هو يغلق المساحات، هوب بتيجي الكره على طول تتحول للجانب الايسر. سان داونز حافظين كايزر تشيفز بشكل مميز جدا، حافظين ان الازمه عندهم في المساحه اللي ما بين الباك الشمال والمساك. برضو لو نجري يعني اللقطات، احنا معانا لقطات كتير، لو ممكن نشغلهم بشكل اسرع شويه هنلاقي ان برضو نفس دي هجمه لسان داونز على طول بيروحوا على الشمال ويلعب ورا الباك، الباك الشمال عند وهنا كان اللي بيلعب في المباراه دي كان ساسمان، هو اللي كان باك شمال فرقه كايزر تشيفز. تاني الكوره بتترد، كل الهجمات كابتن اسلام كوبي وبيست، كلها كوبي وبيست حافظينهم، ودي هياخدوا منها ضربه جزاء نفس الاسلوب. انا فكرتها اللي فاتت. لا 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 ده هي نفس الريت ده بسبب ايه؟ هنا برضه ماتش العوده الكوره دي سيرينو بدل ما كان يمرر الكوره ما بين الفول باك وما بين المساك فضل ان هو يباص. نبص هنا من الكاميرا دي، هنا هو خلاص المساحه بتتوجد لكن هو فضل ان هو يشوط. نكمل اللعبه اللي وراها برضو بنشوف ان مهاجم سان داونز قدر ان هو يجري من عند الباك الشمال، هنشوفها في الكاميرا العاليه بالظبط. الكوره ما فيهاش اي تسلل خالص، قدر ان هو يسرق الباك الشمال وبرده كان هنا في المباراه دي كان ساسمان، واتمنى بصراحه ان هو يلعب. برده الهجمه دي اللي جابها بقى سان داونز هدف. نبص دي نفس هجمه للوداد، بس الوداد هنا كان اختار التسديد، لا هنا سان داونز قدر برده ان هو يلعب ورا الباك الشمال وسيرينو قدر ان هو يجيب الهدف. دي الكاميرا الخلفيه نشوف ازاي الفريق هادي وصبور جدا ان انا ما اشوطش ومش هلعب بالاسلوب اللي كايزر تشيفز عنده عايزه. انا مش ولا هشوط ولا هعمل عرضيات، انا هلعب كره على الارض وهبدا استغل هنا مثلا سيرينو مش ممكن بيرقص الناس كلها وبيلعب كره هاديه، كره سهله، كره فيها صبر ما فيهاش استعجال، وده انا اعتقد الفخ اللي وقع فيه الوداد. تاني برضو نفس الامر على طول الكرات بتتلعب هنا، طبعا دي لحد ما بتكلم على عشوائيه فريق كايزر تشيفز في نص الملعب. دي بقى العشوائيه، فريق ما تفهملوش حاجه، كره سهله جدا يقدر يشتتها بيديها للمنافس، والكره الاخيره كانت انفراد لسان داونز. هنشوف تصرف غريب جدا 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 من حارس المرمى، كره سهله جدا بالنسبه لك تقدر تطلعها، عمل ايه؟ اداها للمهاجم ولكن طبعا قدر المدافع يخرجها. ولكن نقاط ضعف فريق كايزر تشيفز في وجهه نظر كابتن اسلام، النقطه اللي حضرتك خدت بالك منها الفجوه ما بين الظهير والمساك و بعض العشوائية عند حارس المرمى.